أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد نسيت شوطين في السعي، ماذا أفعل؟ عليك أن ترجع، عليك أن تعيد ملابس الإحرام عليك كما كنت محرما في الأول، تعيد ملابس الإحرام وتخلع المخيطات، ترجع وتكمل السعي، تبني على ما مضى من الأشواط وتكمل، ثم تقصر من رأسك أو تحلق رأسك ثم تلبس ثيابك.